السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. معلش يا باشمهندس، ملحوظة بسيطة حبيت أقولها. مش أي كباس يبقى مكتوب عليه 220-240 فولت يبقى كباس عادي مش انفرتر. أنا في موديلين صادفتهم إنهم كباسات انفرتر مع ذلك مكتوب عليهم الفولت 220. هنذكر بس الموديلين دول. بس الموديل الأول كان المهندس عماد منزله على الجروب بيسأل يا جماعة هل الكباس ده انفرتر ولا عادي، فكانت الآراء يعني مختلفة. في اللي يقول له لا عادي عشان مكتوب عليه 220 فولت، وفي اللي كان يقول له لا ده كباس انفرتر وعندي منه وشغال لازم يشتغل بكارته تمام. وحتى هو في الاخر اكد ان الكباس طلع انفرتر وغيره بكباس عادي، وحتى الكارته بتاعت الكباس تم الغائها. هنا موديل الكباس NBT12FSC تمام. فكان الفيصل في الحكم على الكباس هل هو عادي ولا الانفرتر الرجوع الكتالوج بتاعه. فرجعنا الكتالوج كوبجيل، هنا هو الموديل NBT12FSC تمام. كباس فيريبول سبيد كومبروسور، كباس متغير السرعة. حتى هنا هو كاتب سبيد والار بي ام 1800 لفة، هتبقى قدرة الكباس 300 كيلو كالوري، وعند 2100 لفة هتبقى قدرة 352 كيلو كالوري، وعند 3600 لفة هتبقى قدرة 585 كيلو كالوري تمام. طالما ذكر عدد لفات معينة وسرعة عند كل وسرعات معينة فكده الكباس ده انفرتر مش عادي. الكباس العادي ما بكتبش عليه ار بي ام او سرعات. وناخد مثلا مثال الكباس ده ان ال 40 تي بي، هتلاقي قدرته ثابتة يعني 545 كيلو كالوري، ما فيش ار بي ام 2100 او 3600 وهكذا. لو رحنا الكباس تاني، كباس ال جي، كان مهندس فاضل بعت لي عشان اقول على القدرة بتاعته. كباس ال جي اف بي 138 ان في ام، مكتوب عليه واحد اتش بي واحد فاز، كهرباء 220 فولت، 50-60 هرتز تمام. فانا رجعت للكتالوج بتاعه عشان اعرف القدرة بتاعته. فلما دخلت على الكتالوج هنا الكباس بداية اول حرف فيه اف تمام. فلما دخلت على الكتالوج بتاعه لقيت معنى الحرف الاف في امتداد الكباس معناه لينر، واللينر ده ضمن الانفرتر. والكباسات الانفرتر ليها كذا طريقة يعني من التشغيل، نذكر منها انها ممكن يتحكم في السرعة عن طريق الفولت تغير الفولت، او ممكن يتحكم في السرعة عن طريق تغير الهرتز. فانا لما دخلت على الكتالوج لقيته كباس لينر وده معناه انفرتر، حبيت اتأكد منه. فسألته يا باشمهندس هل هو الكباس انفرتر، فرد عليه قال لي ايوه. بس فحضرتك يعني قبل ما تجرب كباس او اي حاجة تدخل على الكتالوج بتاعه لو تقدر، يعني لو معرفتش ممكن تسأل اي حد وان شاء الله يجاوبك، بدل حضرتك تجربه مباشرة يتحرق منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.